بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشارات على سبيل النجاة. لنرحب سوية بضيف الدائم لبرنامج سماحة السيد محمد رضا شرف الدين العاملي. حياكم الله سيدنا وأهلا وسهلا بكم والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم. عاد الله علينا وعليكم ويحفظكم إن شاء الله بيوم ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو عنا راض في عافية من أمور الدنيا والآخرة. الله يسلمكم، عودة ميمونة ومباركة إن شاء الله. شلون شهر رمضان وياكم؟ شهر رمضان الحمد لله رب العالمين. هو السؤال شلون شنا ويا شهر رمضان مفترض الحمد لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن كل قصور وتقصير بدر منا في مائدته وحسن ضيافته ورائع كرامته، إلا أنه أسأل الله المزيد من النفحات والتوفيق لأن نتعرض لتلك النفحات وأن لا نعرض عنها إن شاء الله. ونعم بالله إن شاء الله بتوفيق من الله. مشاهدينا الأعزاء، موضوع يشغل العالم حاليا في هذه الفترات التي هي متأزمة في كل العالم من جميع النواحي الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى الجميع أن يعرف مكانته في هذه الأحداث العالمية، ليست فقط السياسية وإنما الاجتماعية والفكرية والمذاهب الاقتصادية وإلى آخره. وكيف، متى نتكلم ومتى نصمت؟ يعني هذه يعني من أبرز وأهم الصفات التي يجب أن نتعلمها في عصر الغيبة، غيبة الإمام المهدي، لأنه حقيقة ليس لدينا أحد أن نتجه إليه، لا يوجد لدينا، يعني الإمام عليه السلام ليس بين ظهرانينا لنتوصل إليه بكل سهولة، ولهذا يجب أن نكون حذرين جدا. ولهذا موضوع أنه متى نتكلم ومتى نصمت، هذا موضوع في غاية الحساسية، وهذا موضوع سوف نتكلم مع سماحة السيد في هذه الحلقة. سيدنا، النطق والصمت، صمت يعني ابتداء من هذه اللحظة ثم ننتقل إلى طريقة أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يتعاملون مع الأزمات مع الأحداث. ما هو الأولى لشيعة أهل البيت عليهم السلام، أن يلتزموا الصمت أم النطق؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد المصطفى وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وامن علينا برضا. طبعا عفوا سيدنا، احنا نفتح باب الاتصال للأخوة اللي يحاولون يشتركون فيما يخص في هذا الموضوع، يعني حصلا هذا الموضوع إذا أحد عنده يعني إضافة تعليق أو سؤال، سماحة السيد استقبل اتصالاتكم على هذا الموضوع. بل طبعا الموضوع في غاية الأهمية، وبداية لابد من النظر في الأدلة. نحن كمؤمنين متدينين ونعلم بأن المدارك المقررة هي التي تملي علينا النصوص المقدسة الموجودة، تملي علينا تكاليف معينة. صحيح. القضية الأولى بأن الدليل هو ما قام الدليل على حجيته، هذا هو الذي يخ بعيدا عن الاستنسابات الاستذواقات المزاجيات وغير ذلك. القضية الثانية، المختص الفقيه الذي ينظر بنظرة شاملة ويمتلك الكفاءات المطلوبة لاستنطاق النصوص الدينية والوصول إلى محصلة نهائية من بين تلك المنظومة جمعا بين شتاتها، هو المخول بأن يعني أن يحدد التكليف من خلال ما يستنبطه. أنا كمقلد وظيفتي بأن أستفرغ الوسع فيما يكون حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى للوصول إلى الفقيه المأمون الموثوق الذي يكون حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى،
ويعني العذر يكون بالرجوع إليه. غاية ما نقدمه ونقوله في تقريب ما يذكره الفقيه الذي يرجع إليه وتحديده في إشارات وإضاءات على المدارك التي يستند إليها في الوصول إلى الحكم الشرعي، من لزوم النطق أو لزوم الصمت، لزوم الإقدام أو لزوم الإحجام، ونحو ذلك من الأمور كسائر التكاليف. ممكن نأخذ اتصال أبو حسن؟ لا نبخل. أبو حسن من البصرة باختصار من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، تفضل أبو حسن. الله يحفظك إن شاء الله. بس استفسار بسيط. نعم نعم. الله يحفظك إن شاء الله. ما لنا موضوع الحلقة اليوم هو النطق والصمت والكلام. نعم نعم. يعني إحنا نلاحظ الآن التيارات الفكرية والتيارات المعادية. نعم. من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة. هل يعني يمكننا أنه كل شخص أو مكلف يقوم بالتصدي لهذه التيارات أو نترك الأمر لأهل الاختصاص؟ جيد جيد، واضح واضح. شكرا جزيلا أبو حسن، شكرا على اتصالك. نعم سيدنا. بل لعله احنا نجمع الأسئلة، إذا قبل أثناء ممكن تطرقون إلى بعض الأسئلة أيضا يكون جيد. الأمر إليكم. نعم. الله يسلمكم. فإذا النقطة الأولى، حينما ننظر إلى ما يذكره الفقهاء المعتنى برأيهم والموثوق بعلمهم وعلى الموازين، القضية ليست قضية من يدعي أو يدعى له، وانطلاقا من الأدلة وبالنظر إلى السيرة القطعية لنبينا وآله صلى الله عليه وآله، ننظر إلى قضية وأنه لا يوجد لدينا، يعني جاز لنا التعبير أن نقول لا يوجد أصالة للصمت أو النطق، بل في بعض الدوائر النطق هو المطلوب بحسب الظروف، بحسب المتلقي، بحسب يعني حال ظروف الموضوعية المحيطة. نعم. بالمرء. وكذلك في قبال ذلك في بعض الأحيان يكون الصمت هو المطلوب. هذا قد يعبر عنه بهذه الكيفية، وقد يقال بأن الأصل، لا، الأصل النطق. الأصل في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أساليبها، لأنه عملية النطق هي عملية التواصل مع الآخرين، مع المجتمع البشري، مع المحيطين، فبالتالي لابد من إبرازها. نعم. صحيح. تأتي ظروف معينة، هذه الظروف المعينة تحتم قضية الصمت في قبال ذلك. ومن ثم النظرة الاجتزائية للنصوص والأخذ بأصل أصيل على أنه هو الأصل ولا شيء يعني وراءه، هذا ليس بصحيح. قد يستعرض هنا بأنه مثلا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. أو ما الحديث السائر على الألسنة عن النبي صلى الله عليه وآله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء من الإيمان. وفي رواية أن ذلك أضعف الإيمان. وهذا المعروف. منه مثلا أفضل الجهاد كلمة عدل أمام سلطان جائر. أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام.
فيتمسك بهذه على أنه بالتالي لا بد من النطق. ومن ثم بعض التيارات التي نشأت في عصر الأئمة من آباء الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف كانت تتخذ من ذلك نافذة للطعن على أئمة الهدى. الثورات الحسنية غيرها كان يطعن على أئمة الهدى وأنهم صامتون وأنهم أين هم من مما روي عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله من كلمة العدل أمام السلطان الجائر من نحو ذلك. ولذا نجد مثلا في حديثين يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه مسعد بن صدقة لعله وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا. يعني أشار الإمام الصادق سلام الله عليه مما بضميمة وثائق تاريخية أخرى وروايات أخرى نجد أنه أن هذا العنوان كان يمثل نافذة وثغرة يعني بحيث ينفذ من خلالها من أراد أن يشكل على أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. فبين الإمام سلام الله عليه أن القضية ليس على ظاهرها وليس حيث يذهبون بل لابد. وكيف يكون كذلك وإننا لنرى في سيرة الأنبياء الواردة في القرآن الكريم كثير من المواقف التي نجد بأن النبي يعايش زمنا صحيح. فيه ظلم فيه كفر فيه شرك فيه بغي ومع ذلك نجده لا ينطق. هذا لا ينافي أنه لو قلنا بأنه أصالة النطق هي المحكم لكن القضية ليست على نحو الموجبات الكلية بأنه لا بد من النطق في أي زمان وأي مكان وأي ظرف وأي حال وإلى ما هو. سيدنا هذا موضوع يعني إحنا عندما نروح إلى التاريخ الشعوب الشيعية أو المجتمعات الشيعية بعض الحركات السياسية كانت تتخذ هذا الموضوع ذريعة للتوصل إلى بعض الأهداف السياسية مثلا كانوا قبل قيام بعض الحركات كانوا يعتمدون على حركة الإمام الحسين عليه السلام أنه كان ثوريا وأن علي عليه السلام كان ثوريا. عندما تنجح هذه الحركات ثم ينتقلون إلى حكم إلى حياة الإمام السجاد لنصبح سجاديون لنصبح باقريون أو صادقيون وإلى آخره أنهم كانوا يتخذون سبيل الصمت والهدوء والمهادنة. كيف يمكننا أن نشخص في أي زمان نتخذ الحسين وأي زمان نصبح كالباقر عليه السلام أو الكاظم أو العسكري عليه السلام؟ ولكن عندنا اتصال سيدنا عفوا إذا ممكن نأخذ أم يوسف. نعم تفضلي أم يوسف باختصار من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم إن شاء الله على هذا الموضوع. أنا بس أطلب الدعاء من سماحتكم في أن الله يرزقني وذريتي من أنصار الإمام الحسين إن شاء الله. الله وجميعا إن شاء الله. الله يبارك. الله يبارك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بش. نعم. مع السلامة. نعم. فالقضية كما ذكرت بالنسبة لمسألة تشخيص التكليف فهذا ليس من شأن المكلف بل من شأن الفقيه أن ينظر في ذلك وبالتالي يصل إلى إذا كانت القضية هكذا على مستوى الأحكام الشخصية الفردية فما بالك بكبريات الأمور. حينما يختلف الفقهاء في تشخيص ذلك فإنه المكلف يعنى بأن يصل إلى الفقيه لا لاستنسابه ولا لموافقته لأهوائه ولا لأنه عقلي بيقول لي كذا ولا وإنما الوصول إلى إحراز خبرويته وقدرته الفائقة على غيره من الفقهاء في الوصول إلى الحكم الشرعي. سيدنا هنا قضية لعله نسميها بقضية نفسية. الفقيه المتكلم الذي صوته يعلو في الإعلام لعله الذي لديه صدى كبير في المجتمع يكون أكثر مقنع للجماهير من المرجع الصامت الذي يتخذ هذا القضية. ليست قضية إقناع
وقد لعله في إحدى لقاءاتنا هنا في هذا البرنامج تكلمنا عن أنه إذا أردت أن أجري عملية كبرى تخصصية فوق تخصصية فإنني كإنسان واع لا ألجأ إلى الأساليب التسويقية التي ينتهجها بعض مدعي الطب. وطبعا كثير من الناس يلحقوها الآن يعني من الأمور صحيح. التي نلحظها. وأرجو من أحبتي أبنائي بناتي إخوتي أخواتي أن يلتفتوا الإعلانات الموجودة بالفيسبوك بغيرها بكذا دواء لنمو الشعر في شهرين بابا هي أصلا هو هذا يعني أيعقل أنه هناك دواء أو بلسم معين ينبت الشعر بعد سقوطه خلال شهرين وتجد بكثرة يسري كالنار دواء لعلاج كذا الفلاني دواء للقولون العصبي دواء يعني أمور يعجز أمامها الطب المتطور في أرقى دوائره بإعلان فيسبوكي يجر معه كثيرا من الناس. هذا المقدار بالنسبة للمسائل الدينية أكثر صاير لأنه بالأخير ذيك مسائل دنيوية والناس غالبا حريصون على دنياهم مثل ما أقولهم دائما أنه بالعلوة اللبنانيين بالحسبة ما بنغلب بمثلا صندوق طماطة لو برتقال يقلبها يفليها من أول العلوة لآخرها بالسعر الأفضل الحبة الأكبر المدري شنو الكذا من يوصل الأمر للدين مو قالوا لي وما أدري يعني ما أدري وشفت وراح قالوا لي منو قال شلون قال إلى آخره. فأقول هذا بعصار سابقة كان الناس يعني انطلاقا من حرصهم على دنياهم شوي دقيقون أسد أشوف أنه حتى الدنيا يعني العقل الجمعي بكيفية صاير يساق لإعلانات أصلا لا يعني ما يحتاج إلى ردها ورفضها ما لا يحتاج إلى اختصاص بمجرد ما ينظر إليها الإنسان واضحة يعني من سئلت مرة عن بعض الكتاب أنه قرأت كتاباته كذا قلت له قرأت كتاباته ومن البداية عرفت قضيته قالوا شلون يعني حكمت تسرعت بالحكم عليه قلت لهم لا أطلق دعوة في 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 أول كتاب قرأته له وجدت دعوة يدعيها أن كل السنة والشيعة بما لهم من علماء 1400 سنة اعتباطيون بجملة واحدة بحكم واحد والآن أقدم لكم المنهج القصدي في الكلام الصاروخ من كبره بينعرف يعني دعوة ما يحتاج يعني بالضبط. إلى حتى أكمل أوصل الكتاب إلى أكمل بالضبط. هذا ما كملت ما قبل النوم يحتاج إلى قراءة دورة فحاصله أقول القضية تصبح من هذا القبيل فالرجوع مسألة التسويق رجعنا هي قضية تسويق على أي حال بالبعد السياسي بالبعد الديني بالبعد ليكون نظرة إلى المواد الترويجية هذا ما أنصف نفسه ولا احتاط لنفسه ولا دفع عن نفسه أخطار الدنيا والآخر لازم بهدوء يلحظ هذا ما يساق من أين يعرف دائرة التخصصية الطبية هي التي تعنى بمعرفة الطبيب الحاذق القادر على إجراء عملية كبرى أما من هنا وهناك أو يسأل مثلا المعمم عن طبيب إيش عرفه إلا إذا كان سندا في مثلا موثوق ويخبر عن دائرة طبية معتبرة وهكذا إذا نرجع إلى هذا الموضوع أنه من صوته أعلى ومن صوته هو صامت القضية ليست قضية إقناعية ولذا حينما نتكلم عن الصامت لا نقول بأصالة الصمت وإنما انطلاقا مما ذكرتموه بعض الأحبة قد يلاحظ علينا أنه بين قوسين سيدة يعني للمشاهدين أصالة الصمت ماذا تعني أصالة الصمت بالمعنى أنه التكليف الأصل في التكليف أنه لابد أن أصمت 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 حتى يجيني فتشي يدفعني وأتكلم وكأنه
الصمت هو التكليف الأساسي. نعم. التكليف الأساسي الرئيسي الذي أتمسك به. وعند الشك أبقى متمسكا به بهذه الكيفية. فالقضية إنما نتكلم عن مسألة الصمت لأنه بالذهنية العامة كما تفضلت يعني يصير ذاك اليوم بعض الأحبة من الزوار كانوا كنت بخدمتهم وبناتهم أحد أبنائها أمدى يتكلم، فالكلام كما ذكرتم أنه لا بد للفقيه من أن يكون مثلا متكلما، أن يبدي في كل قضية رأيا، أن يعلن عن موقفه، أن يتخذ فبدقائق معدودة كيف لي أن أقنعه. كان لا بد من صدمتي. قلت له سؤال، جنابك 12؟ قال لي إيه. قلت له من إمامك في هذا العصر؟ قال لي الإمام صاحب الزمان. قلت له وين تصريحات؟ إيه تدري بتصريحاتي؟ قال لا مو هو عنده ظروف وغيب. قلت له هذا هذا اللي أريد بالضبط أقوله بالضبط. هو عنده ظروف وغيب، بس أنا أريد أوعيك بأنه إن كان الإمام صاحب الزمان إمامك فانظر إلى إمامك والتفت، فإذا لا ضرورة ولا لابدية تملي على المكلف أن يتكلم دوما، أن يظهر دوما، أن يبدي مواقفه دوما. نعم إذا اجتمعت الشروط للكلام تكليفه الكلام حينئذ، فسكوته جريمة، كتمان للحق، سكوته كتمان للحق وتضعيف للحق، فلا بد. المشكلة سيدنا احنا اللي يجينا من خارج المذهب نعرف انه هذا ليس منا، اذا يعني نضع بعض الحدود بيننا وبينه ولا ناخذ الامور يعني الا بعد التفحص والفلترة. ولكن الذي ياتي من داخل المجتمع الشيعي ويدعو لقضية ما، مثلا يدعو الى التكلم ويدعو الى حركة لعله مثلا ثورية او مسلحة ان صح التعبير باكثر صراحة، يدعو إلى قضية مسلحة وإلى التكلم وإلى الصمت وإلى الضوضاء، كيف نعرف بأنه هذا الذي يدعو إلى هذه الحركة، إلى التكلم، إلى السلاح، إلى حركة معينة، هذا هو صحيح والآخرون على خطأ؟ وكيف نميز أنه هذا الذي يدعو لراية آل محمد عليهم السلام صلى الله عليه وسلم؟ بالأخير نعود إلى قضيتنا. لا بد من الرجوع إلى مستند وحجة معذرة بيني وبين الله في إقدامي وأحجامي، وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى فقيه رجوعي إليه يكون منطلقا من حجة شرعية في تشخيص كونه الأقدر على استنباط الحكم الشرعي واستنطاقه. سيدنا لو أخذنا مثال أهل بيت عليهم السلام، مثلا الإمام الصادق عندما استدعاه المنصور الدوانيقي أو الإمام كاظم لعله مع هارون العباسي وقال له بأنك تدعو إلى ثورة، ويعني كان صامتا ولم يتكلم مع هذا، يعني كأنه اتخذ منهج الصمت. ليس كل الفقهاء يستطيعون أن يواجهوا هذه الحركات المسلحة، يواجهوا هذه الحركات الثورية وأن يقفوا بوجههم ويقولوا للناس أنه هؤلاء على خطأ وهؤلاء باطل، خوفا على الوضع، خوفا لعله تقية منهم كما انتهجها أهل البيت عليهم السلام. في هذه الحالات كيف نعرف؟ يعني الموضوع جدا معقد في هذه الحركات. القضية حينما يصغي الجاهل ويرجع إلى العالم إلى الخبير فإن القضية تحل. فيما تفضلتم به هنا فتحتم نافذة إلى قضية عندنا، قول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره حج. ماذا يعني تقريره حج؟ قوله وفعله واضح. تقرير ما هو؟ التقرير أن يكون أن يمارس عمل أمامه ويسكت، لا ينهى عنه يسكت لا ينهى عنه. نعم. فإنه حينئذ ماذا؟ تقرير حجة. نقول هذا الفعل قد جرى أمام ناظري المعصوم وسكت
نظير ذلك في قضية السيرة العقلائية مثلا. السيرة العقلائية الممضاة يعبر عنها أمضاها المعصوم، تقرير المعصوم أن هذه السيرة جارية بين العقلاء أنهم يبيعون بهذه الطريقة، يتزوجون بهذه الطريقة، والمعصوم لو كان ثمة مشكل لتدخل المعصوم ونهى عن ذلك. هنا مسألة هامة تذكر في تلك الأبحاث التخصصية، وهي أن عدم ردع المعصوم، أن تقرير المعصوم الذي يستند إليه ويعتمد عليه ويحتج به لا يكون إلا فيما لو كان بإمكانه أن يردع. أما إن لم يكن بإمكانه أن يردع فحينئذ سكوته، يعني هي مو قضية ابنية ونسألها عن هذا وسكوتها رضاها، السكوت أحبتي، السكوت عن شيء لا يعني تأييد ذلك الشيء. السكوت يحتمل أن يكون تأييدا ويحتمل أن يكون لوجود مانع آخر، ومن ثم فإن المعصوم قد لا ينهى عن جملة من الأمور، كما كانت في أزمنة آباء الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من سكوتهم على جملة من الأمور، كما كان في شأن موسى كليم الله وهو في بيت فرعون، كما كان في شأن من شأن موسى كليم الله بعد عودته إلى مصر واستقراره السنوات مع بني إسرائيل في ظل حكم فرعون قبل أن يهاجر مع بني إسرائيل، كما من شأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في عصر الجاهلية والأصنام محدقة بالكعبة المعظمة، ومع ذلك السكوت، هذا السكوت لا يعني تقرير، كما هو في شأن المرجعية العليا والمرجعية الرشيدة الموثوقة المأمونة في سكوتها في كثير من المحطات لا يعني تأييدا، إلا أنه ينظر قد يكون هناك محذور كبير من الكلام كوقوع الفتنة كا إلى ما هنالك. الملاك الذي حدا بأئمة الهدى لأن يسكتوا في كثير من المواطن هو الذي يحدو بالمرجعية أن تسكت في جملة من المواطن. هسه نعم يستغلها المصطادون في الماء العكر ليقول أن المرجعية لو كانت معارضة لهذا لتكلمت. عدم الكلام أعم من ذلك. أحسنتم سيدنا. أكو موضوع أيضا، موضوع النطق والصمت فيما يخص تراث الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولكن هذا الموضوع يحتاج بعض التفصيل، نأخذه بعد الفاصل إذا سمحتم. مشاهدينا الأعزاء ابقوا معنا، سنعود معكم بعد فاصل قصير. الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله، يا رب يا رب يا رب يا الله. أدعو بقوتك الشديد مراسها، فقهرت فيها كل من لا يقهر، وبوجهك الباقي إلهي بعدما يفنى الوجود وبالزوال سيؤمر، وبنور وجهك إذ أضاء لكوننا فغدا به وجه الدجى يتنور. يا غافر الذنب العظيم، وها أنا أدعو غسق الدجى أستغفر. الله يا الله.
حياكم الله مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم مرة أخرى. سمعت السيد فيما يخص النطق والصمت، قضية الإمام مهدي عليه السلام قضية حساسة جدا في هذا الموضوع، ونجد هناك بعض الروايات أنه يعني أهل بيت عليهم السلام ينهون من إبراز سر أهل بيت عليهم السلام أو إبراز سر الإمام المهدي عليه السلام. ما هو المقصود في كتمان سر الإمام وكتمان سر أهل بيت عليهم السلام؟ بأي معنى ما هو سر أهل البيت؟ أولا إذا كان سرا لأهل البيت فهو سر. نحن لسنا باطنيين، عقيدتنا عقيدة واضحة وناصعة وشفافة. غاية ما هنالك أي عاقل إنما كلم الناس على قدر عقولهم، وبالتالي الكلام على قدر العقول يستلزم بأن يكون له حدود وأطر وموازين، لا يوجد شيء اعتباطي. ومن ثم قد يقال بأن السر أمر نسبي وليس أمرا مطلقا، ففي عصر من الأعصار يعد أمر معين سرا، في عصر آخر لا يعد سرا. كما ورد في حديث من الأحاديث الإمام لعله الصادق سلام الله عليه سمعت خطر جابر بن يزيد جعفي أو غيره، الآن ما أتخطر، أحد أصحابه حدث بعض أصحابه بكذا وكذا حديث، وحدثه بكذا وكذا حديث. الطائفة الأولى قال له إن أذعت ذلك قبل زوال بني أمية ملك بني أمية فعليك لعنة، مثلا لعنتي ولعنة أبائي ولعنة وإن كتمت شيئا منه بعد زوال بني أمية فعليك لعنتي ولعنة أبائي. فقسم هكذا وقسم من هنا ننفذ إلى قضية كون السر أمرا نسبيا يختلف باختلاف الظروف. في عصر من الأعصار الإشارة إلى وجود الإمام سلام الله عليه في بيت أبيه هذا إفشاء للسر. كيف يعني عند ولادتي؟ نعم بعد ولادتي. بعد ولادتي الإشارة هذا إفشاء للسر في عصر ليس الأمر كذلك. في بعض كفاءات الأئمة سلام الله عليهم في عصر من الأعصار الإشارة إلى علمهم وإظهارهم على المغيبات قد يكون إفشاء للسر. في عصر آخر ليس كذلك، ولذا نجد بأن أحاديثهم في ذلك تختلف. عصر الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل الإمام الصادق عن إظهاره على المغيبات فيقول أن جاريتي مثلا تختبي وهذا صحيح. ما أعرف وينها صحيح. بينما في قضية حادثة الإمام الجوادي سلام الله عليه المروي عنه وعمر بن فرج الرخجي على ضفاف نهر دجلة إن في شيعتك من يزعم أنك تعلم مثلا وزن أو مقدار ماء دجلة، قال أيقدر ربك أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة؟ قال نعم، قال إنا أو أنا أكرم على الله من بعوضة ومن كثير ممن خلق. في سيرة أهل البيت عليهم السلام لا نجد وتيرة واحدة في إظهار كفاءاتهم وفي إظهار حقهم وفي المطالبة بحقهم وغير ذلك. ففي عصر دون عصر القضية تختلف باختلاف الظروف والزمان والمكان، وتتعلق حتى بقضية الأسلوب. ومن ثم فإننا نجد علماءنا رضوان الله تعالى عليهم مع حسن عشرتهم وعلاقاتهم المتين بعلماء وأعلام المناحي الأخرى المذاهب الأخرى المشارب الأخرى، ومع ذلك فإنهم في كتبهم دونوا العقيدة الحقة. فهناك توازن بين الكلام إبداء الكلام بما لا يستفز الطرف الآخر ليسارع إلى تكذيبه. هذا يتعلق بكيفية الطرح بكيفية إراءة الأمور. فلو جاء يعني على سبيل المثال الآن في قضية غيبة سيدنا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه
اللي هو طبعا لا شك انه من 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 غيب الله. هذا من غيب الله. تارة يأتي أحد فيطرح القضية مثلا بأسلوب فج وأخرى يطرحها كما طرحها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في بعض حديثهم، وطرحها علماء الشيعة أنار الله برهانهم وقد فعل في قضية إبداء هذه العقيدة. مثلا يقول لك يستهزئ، يأتي ليستهزئ أحد مثلا بطول العمر أنه معقول يعيش، فحينما تنبهه أو تقيم الحجة عليه، إذا أهل ينبه تنبهه، إذا مو أهل ينبه يقام الحجة عليه بأنه هذا قد حصل طول العمر، حصل بقضية نوح على نبينا وآله وعليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأنه حاكم بما يشاء فاعل لما يريد، فحينئذ بأدلتها بقضيتها. حينما يستهزأ بأنه كيف يكون خليفة لله وهو مثلا ساكت، تقول هذا قد جرى، سنن الأولين من الأنبياء والمرسلين كان هذا، والأوصياء كذلك، أنه كيف يكون خليفة وهو مستضعف. نقول سمة خلفاء الله وأصحاب الإمامة الإلهية أنه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، تشير له وترشد ذلك قضية. فطريقة عرض المطلب أيضا لها دور في المسألة. فالقضية من هذا القبيل. أما ما يتعلق من سره بينه وبين ربه فليس لأحد أن يتكلم في ذلك. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وعلى أية يعني على أية قاعدة يستند من يريد أن يتكلم بذلك. نحن نعلم بأن حتى عملية الغيبة هناك علل معلنة للغيبة، وهناك علة أشير لها من باب الإشارة إلى أنه هناك أمر، هذا أمر الله. بالتالي هذا الأمر لأيتي علتين، هناك علل معلنة وبحسب الأفهام، ولا تنافي أن يكون هناك علة لم تكشف لأحد من الناس. نقصد صحيح سيدنا. عندي سؤال، يعني إذا كان سؤال الأول جوابه نعم أكمل على سؤال ثاني. أكو هناك بعض الأحاديث تروى أنه لولا بعض الجهال من شيعتنا لتقدم أمر الإمام عليه السلام، أكو شيء حديث أنا يخطر في بالي؟ بهذا النص لا أتخطر بهذا النص، وكأنه إذاعة سر الإمام كان أحد أسباب موجود يعني أن الله سبحانه وتعالى كان قد قدر تقديرات الإلهية، قد قدر مثلا أن يكون الفرج فرضنا بعام، ما أدري بعام عام 100 قبل، على أي حال حتى قتل الحسين سلام الله عليه، فأجل هذا الأمر فأذاعه بعضهم بعض الشيعة، حينما أذيع بالأخير أجل إلى أجل غير مسمى. فإذاعة الأمر، هذا نعود إلى قضية النطق في غير محله، إذاعة الأمر بالأخير نعم كان قد أقت بوقت معين، طبعا بغض النظر الآن إذا نريد أن نتكلم بشكل علمي رصين لابد من النظر في الأحاديث في دلالاتها، وقياسا بدلالات الأحاديث الأخرى التي ترتبط صحيح. بالمقام، ولكن هذا المقدار وارد نعم. السؤال الثاني يسبع لهذا الموضوع، إذا كان مثلا موضوع بعظمة ظهور الإمام بهذا الأهمية في تاريخ البشرية ليس فقط في تاريخ الإسلام وإذاعة السر، فكيف بحياتنا نحن الشخصية، أنه إذاعة بعض الأمور الشخصية في حياتنا، كيف يؤثر هذا الموضوع على حياتنا الشخصية؟ هل نحن تنصحون أو نصيحة أهل البيت عليهم السلام لأتباعهم إذاعة أمورهم إلى العامة أم كتمها؟ ما هو التعامل في حياتنا الشخصية؟ طبعا في الأحاديث الشريفة ما يستفاد من مجموع الأحاديث، وهذا طبعا أمر يعني الأحاديث وكأنها من باب الإرشاد إلى أمر عقلائي بالأخير، إذا أمعن النظر الإنسان
بأنه القضية هي في هذر الكلام أولا. ما معنى هذر الكلام؟ الكلام نعمة إلهية للتواصل البناء، جعل الكلام حالة إدمان لغوي عبثي. هذا مذمون في نص الكتاب وفي أحاديثه، والعقل أيضا يسعف على ذلك، لأنه بالأخير اللغو ورد بالأحاديث أن اللغو يورث حالة يعني حالة الاكتئاب والحزن والهم، يورث الهم. عجيب. اللغو مو الكلام الحرام، مو تسقيط الناس ولا الكذب ولا الكلام البذيء، لا لا، الكلام الهاذر ما 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 منه فائدة، هذا يورث الهم. ولذا بعض أبنائنا من يتكلم أنه مثلا يعاني من حالة هم وغم مثلا مزمنة أو اكتئاب أو كذا، من جملة الأمور التي نشير إليها قضية الابتعاد عن مسألة اللغو. في نص الكتاب الكريم والذين هم عن اللغو معرضون، نعم وردت الرواية أنه هذا يعني الغناء لو معنى الغناء، وقد يكون من باب الجري والتطبيق، يعني من مصاديق اللغو الغناء، والمؤمنون عن اللغو معرضون، يعني عن الغناء وغيره من أقسام اللغو أيضا يصير هذا المقدار. فبالتالي عملية اللغو هذا واحد. المسألة الثانية، وهنا أتكلم مع أحبتي أبنائي وبناتي، إحنا ما عندنا شيء اسمه كرسي اعتراف. أعلم جدا من يبتلى الإنسان بذنبين يحتاج إلى التفريغ، وهي من المهارات النفسية يعني لعلاجها لابد من التفريغ، لكن قضية وتكلمنا عن ذلك من قبل لعله، لكن قضية التفريغ الله سبحانه وتعالى لم يجز للإنسان المؤمن أن يفضح نفسه، أن يسقط نفسه في أعين الناس، أن إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. ما عندنا كرسي اعتراف بروح لعند الخوري بيعترف له حتى الله، أو في الكنيسة الكاثوليكية عند الأب نجلس. التفريغ حصراً بالدعاء بينكم من رب العالمين، وأدعيتنا كما ذكرت من قبل تعنى جداً بهذا الأسلوب، فيها إقرار وفيها اعتراف وفيها تفريغ وإلى آخره. ولذا أبداً فلا بد من التنبه جداً إلى أنه أي شيء يمس شخص الإنسان، وجهة الإنسان، نظرة الآخر للإنسان، ليس من حق الإنسان أن يهتك حرمة نفسه ولا حرمة غيره. هذا واحد. قضية الثانية الموجودة ومع الأسف يعني متفشي في النساء والرجال على حد سواء، الرجال عنده أقاربه وعنده ربعة، والنساء عندها صديقاتها وعندها أقارب، يعني غسيل الزوجين أحد الزوجين ينشر أمام الناس، وهذا بعد هذا عناوين متعددة تنهى عن مثل هذا، يعني وقع منهيا عنه لعناوين متعددة. ولا تصور أنه الخشبوشية اللي تصير والترسل بين الزوج والزوجة هذا يعني أنه ما إلها حرمة. وكذلك بالنسبة للأبناء، فرضنا عرفت أنه ابن من أبنائه وقع بهفوة بخطأ بذنب معين، أنا صحيح أبوه بس أنا مو مخول أفضح ابني أمام الآخرين، أسقط ابني أمام الآخرين، لا يجوز ذلك بتاتا. إلى أن نصل إلى قضايا يعاني منها المجتمع الإيماني خصوصا في قضية شبكات التواصل، من الأمور التي العدو ينفذ من خلالها في عملياته لضرب المؤمنين المدافعين هو أنه مثلا سبق صحفي كأنه أي حركة من حركات مقاومين أو إلى ما هنالك
إذا يقدر يوثق بالصوت بالصورة بالكذا أو بالكلام، وهذه قضية البوتات وقضية التنصت وقضية الكذا وقضية هذه، يكون شريكا في دماء هؤلاء، لأنه بالأخير إنسان عاقل المفترض ويعلم أن العدو يرصد، مع كون العدو راصدا لي أنا كيف أقوم وأفشي ب يعني بأمور تفضي إلى استشهاد إخوتي من المؤمنين. ناخذ اتصال من عايد، عفوا سيدنا عايد من بلد، تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باختصار من فضلك سيدنا، عندي أختي عمرها 58 سنة. نعم. عايد يعني يا ابن يا صلي ما تقدرتك يا ابن عرف إلا قبل سنة وزرع. شو الحكومة الصلاة اللي مضت؟ واضح واضح. شكرا شكرا جزيلا شكرا. وكان هذا آخر اتصال من أسر عايد. نعم عفوا سيدنا. مال. نعم. فالمقصود لابد من الالتفات، كفى سذاج. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك خلافات تدور ضمن المجتمع الإيماني، هسه خلافات لها مناشئ فليكن. يعني من قال بأن صفحات الفيسبوك وغيرها من المنصات هي محارم أسرارنا، بحيث نقوم فيها بالتراشق والتقاذف والتسقيط إذا عندي آني المفترض بحكمة بالغة ملفتة، هذا يؤدي إلى وهن المجتمع الإيماني، تضعيف المجتمع الإيماني والتوهين. هذا هو التوهين بالمذهب. صحيح. ففرضنا هسه إما لاختلاف في أنظار فقهاء أو لغير ذلك، بيان الحقيقة إن كنت أهلا لبيانها تبين الحق، يبين دون تقاذف دون تشاتم دون يعني ضحك الناس علينا. صحيح. هذا ما يصير. كذلك بالنسبة للأسر، وهنا رجائي من الأسر، الالتفات المناسبات الخاصة العامة قبل نشر أي شيء فلنراجع أنفسنا. لما ننشر؟ جيد، مناسبة عائلية لطيفة، إدخال سرور على قلب مثلا مؤمنين، إظهار مثلا شيء من الارتياح في المجتمع الإيماني، قد يكون ذلك. لكن الالتفات إلى كل الحيثيات، بحيث لأنه من غرائب الأمور صار الآن، أنت إذا مثلا شخص يحب والده أو والدته لازم يكون أكو فد وجه شرعي أو عقلائي يخليه ينشر للآخر، وإلا هو يمك. قل له عملا اثبت حبك. هذا للسوشيال ميديا ولعموم الناس. ماذا المشكلة هاي؟ إضافة إلى القضايا مثلا التي قد تجر بها مضاعفات أخرى نفسية على الآخرين. صحيح. سلبية وإلى ما هنالك. صحيح. هذا بغض النظر عن قضية الحشمة. صحيح. والحياة فعلا. ونحو ذلك. احنا طبعا المشكلة يعني في دقيقة أخيرة من هذه الحلقة، حلقة شيقة حقيقة وموضوع في غاية الأهمية، لعله نوفق لتكملة هذا الموضوع في الحلقة القادمة. العراق بكل صراحة، العراق بلد مرت عليه كثير من الفتن، فتن بكل أنواعها، فكرية سياسية اجتماعية تاريخية بكل أنواعها. حقيقة أنا شخصيا لمست أنه سبيل النجاة من هذه الفتن هو قول أمير المؤمنين عليه السلام: السلامة في عشر، تسعة في الصمت، وواحدة في العزلة عن الناس. يعني أنا ما أعرف هذا المنهج صحيح الآن اليوم أم هناك منهج آخر عن أهل البيت عليهم السلام. من لم يكن على بينة من أمره ليس له أن يتكلم، ومن لم يحرز أن واجبه أن يتكلم فليلتزم الصمت. حينئذ الكلام في نوعيته وفي كيفيته وأدائه وفي مستنده وما هي الحجة، يعني أن أنظر إلى قضية ما يلفظ من قول إلا لديه فعلا. رقيب عتيد
وأنا أقدر أجاوب أمام الله يعني قضية هي هيك بكل بساطة وسهولة وإلى ما هنالك، حتى إذا كنت قد استندت في أصل موقفي موقف معين إلى حجة إلى فقيه، هل أنا بريء مبرء الذمة أن يكون كلامي بإزاء غيري ممن له الحجة في ذلك؟ التسقيط والهجوم والطعن والثلب ونحو ذلك، في إحدى الندوات بعض أبنائي كان حاضرا ممن اختصاصات جامعية دينية، فسؤال سألوا أنه إحنا مثلا كاختصاص ديني وكذا هل يعني مسموح لنا أن نبدي الرأي؟ فقلت له باباتي تبدي الرأي مستعجل، تريد تبدي الرأي؟ أنت تريد تكلف نفسك؟ من هم مؤهلون لإبداء الرأي؟ في كثير من الأحيان يلتزمون بعدم إبداء الرأي إلا أن يأتي التكليف الشرعي يدق الباب، هاي المشكلة ولا مناص وماكو أحد يقوم بها بعد، هو لا شارة صحيح، وإلا الاستعجال أريد أبدو. فكيف بما نرى بكل صغيرة وكبيرة وكل حدث راهن ومعاكب للحدث بالتعليق؟ أنا موضوع الكلمة وكيف الكلمة تؤدي إلى إراقة الدماء، وبالأخص في اليوم صار من السهل جدا إراقة الدماء، أن تراق الدماء بسبب تعليق أو حتى إعجاب لايك، أنه تشجع منشور فيه 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 ترويج للعنف، ترويج ضد ناس معينين. هذا أتمنى هذا الموضوع إن شاء الله يعني لو سمحتم أن نتكلم بهذا الموضوع في الحلقة القادمة، الكلمة والدماء التي تراق في العراق وفي جميع العالم. شكرا جزيلا سيدنا على هذه الإضاءات والإرشادات الرائعة، حياكم الله. مشاهدينا الأعزاء، نكمل إن شاء الله هذا الحوار في الحلقة القادمة، حتى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.